صباح الخير والسعادة والصحة على كل اللي بيشوفونا مشاهدين قناة النهار. النهاردة حلقة جديدة من برنامج هيلثي لايف. زي ما بقول لكم كل مرة وكل حلقة ان احنا برنامجنا ده معمول علشانكم انتوا، علشان تقدروا توصلوا للوزن المثالي، علشان تقدروا توصلوا للصحة اللي هتقدروا فيها تمارسوا حياتكم بمنتهى الصحة بمنتهى الجودة. دايما بقول يا جماعة ان الوزن بيكون عائق، الوزن الزائد بيكون عائق لدى كثير من الناس، سواء كان رجال او سيدات او حتى اطفال. في ناس كتيره قوي وخصوصا السيدات بعد الولاده جسمها يعني بنقول انه بيتخن بنسبه كبيره. في ناس كتيره كمان بعد حتى الجواز كمان جسمها بيتخن. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين كلنا نعيش في صحه، كلنا نعيش وزننا يكون حلو، جسمنا شكله حلو، وكمان عشان كمان صحتنا تكون احسن. دايما بقول اي حد طبعا بيتواصل معايا او عايز يتواصل معايا بيتصل على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، بتقدروا تعملوا مداخلات في البرنامج وانا بكون معاكم على مدار ساعه وتلت كامله من دلوقتي لحد ساعه وتلت كمان. هكون معاكم انا دكتوره حنان الحسيني. لو عندكم اي استفسارات اي اسئله بخصوص الوزن المثالي وازاي نقدر نخس هكون معاكم. حضروا الوزن والسن والطول، ولو عندكم اي مشاكل صحيه انا هكون معاكم في خلال الساعه وتلت، لان كلنا لازم نخس وكلنا من حقنا ان احنا نعيش حياه صحيه تبقى خاليه من المشاكل والامراض. وطبعا ما تنسوش ان الارقام كمان عليها واتساب، بتسالوني على اسئله الواتساب، او حتى كمان لو عايزين تتواصلوا من خلال صفحه الفيسبوك، صفحتنا اللي هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. طبعا دايما بقول ان صفحتنا لو عايزين ان انتوا تسالوا اي اسئله، لو في اي كومنت او اي تعليق على الفيديوهات بتاعتنا او سؤال يخص الصحه العامه، مشاكل الشعر، مشاكل البشره، وطبعا اكيد الوزن المثالي، انا بكون معاكم بعد الحلقه مباشره بجاوب على كل الاسئله بعد المبعوث على الصفحة وكمان على الواتساب بتاع الأرقام. حابة النهاردة أكلمكم على موضوع جديد وهو موضوع مشاكل السمنة، اللي هي المشاكل اللي بتيجي من السمنة. زي ما بقول دايما وبقول في كل حلقة ان السمنة هو مرض بينزل تحته كذا مرض. من امراض السمنة عندنا السكر النوع الثاني، عندنا الضغط، عندنا امراض القلب، عندنا زيادة الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية، عندنا كمان مشاكل الكبد الدهني. وطبعا مشكلة الكبد الدهني من اكتر المشاكل اللي بتواجهنا في السمنة، ان مريض السمنة من كتر ما خلاص بيبقى مليان دهون كتير، في عنده دهون ثلاثية كتيرة في جسمه، فالدهون مش بس بتبقى يا جماعه تحت الجلد، لا الدهون بتدخل على الاعضاء الداخليه، من اهمها طبعا الكبد، الكبد الدهني من اخطر المشاكل اللي ممكن بعد كده تؤدي لتليف الكبد وبتسبب الوفاه. فمن حقنا كلنا نخس، من حقنا خسي عشان خاطر نفسك وعشان خاطر صحتك، عشان خاطر ولادك طبعا، وعشان خاطر تقدري تلعبي مع ولادك، تقدري يبقى شكلك يبقى فيه شكلك يبقى حلو، يبقى عندك ثقه بنفسك. فاحنا هنا معانا بنخس بالكورسات بتاعتنا. دايما حابه انوه كل حلقه ان الكورسات بتاعتنا هي كورسات مرخصه من وزاره الصحه المصريه. اي حد طبعا من حقه بعد ما يطلب الكورس ان هو يطلع على شهادات ترخيص وزاره الصحه المصريه، بنبعتها لحضراتكم على الواتساب. معانا اتصال تليفوني من اسماء. ازيك يا اسماء؟ ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الحمد لله. اول اتصال معانا النهارده في الحلقه يا اسماء، احنا محظوظين بقى. شكرا لحضرتك يا دكتور. عاملة ايه؟ بتكلمينا من فين؟ ايه؟ بتكلمينا من فين؟ الو؟ ايوه يا اسماء سامعيني؟ من الجيزة يا فندم. من الجيزة؟ اه يا دكتور من الجيزة. اهلا بيكي، اهلا بيكي واهلا بكل اهالي الجيزة. قولي لي يا اسماء مشكلتك ايه؟ انا من فترة حسيت بأعراض السكر. ايوه. ورحت للدكتور. ايوه. خلتني اعمل تحاليل وكده واكدت لي ان في سكر ووزني زايد شوية. تمام. احنا دايما بنقول يا جماعه ان السمنه من احد الامراض اللي بتنزل تحت مرض السمنه هي السكر النوع الثاني، فاحنا لو عالجنا السمنه يا اسماء هنقدر كمان نعالج السكر ان شاء الله. قولي لي. هي قالت لي ادتني نظام غذائي وخلتني امشي عليه، بس انا ما عرفتش امشي عليه كويس. تمام. فلخبطت فيه. تمام. فلقيتي نفسك ما بتخسيش خالص وشهيتي مفتوحه جدا. طيب عايزه اسالك، انت وزنك كام كيلو؟ 120. 120. وطولك قد ايه؟ 168. تمام.
طيب بصي يا اسماء، احنا كده عندنا سمنه مفرطه، طب عايزين نخس حوالي 40 كيلو، طب هنخسهم ازاي يا اسماء؟ هنخسهم عن طريق، انت بتقولي ان شهيتك مفتوحه، مريض السمنه يا جماعه اللي شهيته مفتوحه ده الحل بتاعه ان انا اسد الشهيه. طب بسد الشهيه ازاي؟ ان انا عن طريق اني بملا المعده بالياف طبيعيه ملهاش اي سعرات حراريه، يعني ما بتتخنش وفي نفس الوقت هتحسسني بالشبع، فهيبقى الاكل قدامك يا اسماء وانت مش عايزه تاكلي، وده اللي انا عايزه اوصله معاكي. اي حد يا جماعه بيتفرج علينا شهيته مفتوحه على طول بياكل عمال على بطال زي ما بنقول كده بالبلدي بتاعنا، ده احنا بنبقى عايزين نسد الشهيه بتاعته. طب هنسد الشهيه ازاي؟ ادي المعده، تمام، دي المعده يا جماعه بتاعتنا. لو انت مليتي المعده بحلويات بسكر برز بمكرونه بكربوهيدرات كتير، هتلاقي ايه المقابل؟ ان انت عندك هرمون الشبع زاد، فهتلاقي نفسك شبعتي بس في نفس الوقت تخنتي، لان انت ماليه المعده بحاجات غير صحيه بتتخن. طيب نفس الكونسبت او نفس المبدا، لو انا مليت المعده بحاجات ما بتتخنش، الياف طبيعيه اللي هي قشور السيليوم اللي معانا في الكورس بتاعنا، دي هتملى معدتك يا اسماء وهتعلي هرمون الشبع عندك، هتشبعي بس مش هتتخني. ليه؟ لان انا ماليه المعده بحاجات ما بتتخنش، الياف طبيعيه 100% ما فيهاش اي مشاكل، وده اللي انا عايزه اوصله. يبقى عندنا في الكورس بتاعنا في قشور السليم او بالعربي اسمها بذور نبات القاطونه، دي بتعمل ايه؟ بتملى المعده يا جماعه، هتحسسك بالشبع في نفس الوقت مش هتتخني، وده اللي احنا عايزين نوصل معاكي فيه، ان انت على طول تبقى شهيتك مسدوده، يبقى في عندك سد للشهيه. فده اللي انا عايزاه معاكي يا اسماء. فهناخد قشور السليم اللي هي بذور نبات القاطونه، ودايما بيبقى لازم معاها ماده كده معروفه جدا اسمها الكروميوم. الكروميوم من احد المواد الفعاله اللي عندي في الكورس، ملهاش اي اثار جانبيه، ودايما بكرر ان الكورس بتاعنا بيصلح لكل الناس، الرجال، السيدات، الاطفال، الست الحامل، الست اللي بترضع، ان مرضى الضغط والسكر والقلب، الناس اللي عندها زياده في الكوليسترول، دهون ثلاثيه، كل دول اقدر ان انا استخدم معاهم الكورس. وده مش كلامي على فكره، ده كلام وزاره الصحه المصريه، لان المنتجات كلها مرخصه من وزاره الصحه المصريه، وبتكون يعني ليكوا كامل الحق ان انتوا تطلعوا طبعا على التراخيص قبل استخدام المنتجات، بتتبعت لكم على الواتساب. فحابه اقول لكم يا جماعه ان الكورس بتاع هو آمن بنسبة 100%. فهنستخدم يا اسماء قشور السليم اللي هي هتملى معدتك، هتحسسك بالشبع ومش هتتخنك، فالجسم عايز ينطق طاقه، طب هيعمل ايه؟ هيحرق من الدهون اللي بقى لها 30 40 سنه عندك، فهتخسي. يبقى انا هدي قشور السليم، هدي الكروميوم، ده مضاد للاكسده عالي جدا، بيعمل ايه بقى يا اسماء؟ بيرفع من معدل حرق الجسم للدهون. طول ما الجسم بيحرق عمال على بطال للدهون اللي عندك بقى لها فتره، هتلاقي نفسك خسيتي، هتلاقي نفسك نزلتي في الوزن، لان الدهون هي اللي عامله لك المشكله والوزن الزياده. فبعلي حرق الجسم قلنا بالكروميوم، وكمان عايزاكي تاخدي القهوه الخضراء، ودي من احد مكونات الكورس. طبعا القهوه الخضراء يا جماعه مفعولها سحر مع اي حد عايز يخس، بتسد الشهيه جدا وبترفع من معدل حرق الجسم، علشان فيها حمض الكلوروجينيك اللي بيقدر جدا يرفع من معدل حرق الجسم للدهون. تمام يا اسماء؟ اسماء قفلت. بصي بقى يا اسماء، هنرجع نكلمك تاني، لان النهارده الحلقه بتاعتنا حلقه خاصه جدا، حلقه استثنائيه، اي حد هيكلمنا في خلال الحلقه هيكون ليه ثلاث هدايا مع الكورس، مش هديه واحده، مش اتنين، ثلاث هدايا مع الكورس هتاخدوها مع الكورس بتاعنا، سواء كان كورس زياده الوزن، كورس التخسيس، كورس العنايه بالشعر، او كورس العنايه بالبشره، وكورس تقويه المناعه. كل دي كورسات عندنا بتطلبوها من الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، كمان بتعملوا مداخلات معايا في خلال الحلقه من خلال الارقام، واي حد هيتصل النهارده هيكون ليه ثلاث هدايا هيختارهم من اي كورس هو حبه، من غير اي ضغوط خارجيه. اللي عايز يختار منتج للشعر، طبعا منتجات الشعر تحفه، اللي عايز يختار منتج البشره، منتجات البشره خطيره، يعني كل المنتجات بتاعتنا منتجات فعلا بتاثيرها ممتاز على جميع الناس، وطبعا انا شخصيا جربتها، فعايزه اقول لكم كلها تحفه جدا، وهتختاروا ثلاث هدايا، مش هديه او اثنين، دول ثلاثه. معانا مين؟ هبه. ازيك يا هبه؟ اهلا بيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ انت ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. بتكلمينا من فين يا هبه؟ من السويس يا دكتور. من السويس، اهلا بيكي واهلا بكل اهل السويس. عاملين ايه في البرد اللي احنا فيه النهارده ده؟
ما اقولكيش كلنا قاعدين تحت البطانية ايوه. وماسكين لا حاجة والنبي تموت الضرر. اتحركوا اتحركوا يا هبة، دي القعدة تحت البطانية هي اللي بتتخن يا جماعة. بس عارفة الدنيا برد، الواحد مش قادر يتحرك. ما هي فعلا الدنيا برد. لا شوية كده، شوية حتى تمارين خفيفة كده، رياضية خفيفة حتى وانتي قاعدة في مكانك. قولي لي يا هبة انتي بتشتكي من ايه؟ هو انا بس الاول انا وزني 110 ايوه، وطولي 170 تمام، انا عندي 24 سنة ايوه. انا المشكلة ان انا عندي فرحي بالظبط كمان 4 شهور. فرحك بعد 4 شهور تمام. الف مبروك أيوة. طبعا ايه الف مبروك يا حبيبتي، ربنا الله يتمم لك بخير كده ويسعدك دايما. قولي لي انا محتاجه ان انا انزل في حدود حوالي 30 كيلو ايوه تمام. انت كمان عارفه احنا عايزين نخس 40 يا هبه مش 30 بس. ماشي كده خلاص. غير كده كمان بشرتي كمان وشعري يعني ما اقولكيش متدمرين خالص. ايوه. طب انا عايزه اسالك سؤال يا هبه، السمنه اللي عندك سمنه موضعيه يعني في اماكن معينه من جسمك ولا في كل جسمك؟ المشكلة عندي بالظبط في منطقة البطن والأرداف اللي هي المنطقة السفلية تمام بالظبط. دي اللي متركز فيها عندي كل كمان الدهون في الظهر. يعني عندي كمان في الظهر تنيات الظهر بالظبط. غير تمام. كده لا ما عنديش. بصي يا هبه احنا معاكي بقى عايزين يعني ناخد حاجه تحرق تسنتر وتستهدف ناحيه الدهون اللي عندك في المنطقه السفليه وتحرقها وتخرجها بره الجسم فبالتالي تخسي. هنعمل ايه او ايه هو المكون اللي انا هديهولك؟ هو الجارسينيا. الجارسينيا تمام. يا جماعه اي حد عنده سمنه موضعيه، يعني ايه سمنه موضعيه؟ يعني تراكم الدهون في مناطق معينه في الجسم زي عندك كده يا هبه، عندك في المنطقه السفليه في البطن وفي الارداف. البطن دي اللي هي الكرش يا جماعه من الاخر يعني بالبلدي بتاعنا ده. اي حد عنده كرش، اي حد عنده ارداف، اي حد عنده الحته دي في ترهل هنا للدهون، ده اللي في الدراع. الناس اللي عندها اللغد اللي هو الدبل تشين دي برضو بتعتبر سمنه موضعيه. فاي حد يا جماعه عنده سمنه موضعيه بنديله ايه في الكورس؟ بنديله الجارسينيا. ليه؟ لان عشبه الجارسينيا من اكتر الحاجات اللي هي المواد الفعاله الموجوده عندي في الكورس، من اكتر الحاجات اللي بتقدر تستهدف الدهون. تنزل ادي المعده اهي، الجارسينيا نزلت في المعدة، تقوم خارجة من المعدة تدور، بتدور الدهون موجودة فين في الجسم. في ناس عندها الدهون في منطقة الكرش، تروح عند الكرش تحرق الدهون، تطلع الدهون بره، جسمك يبقى كده تخسي. طيب الناس التانية اللي عندها دهون في منطقة الأرداف، الجارسينيا هتروح على الأرداف تحرق الدهون اللي في منطقة الأرداف، تخرج الايه، تصرف الدهون بره. كمان الناس اللي عندها مثلا في الدراع او في الدبل تشين اللي هو اللغد، برضو الجارسينيا هيروح عند المناطق دي ويحرق الدهون الموجودة. فالجارسينيا من اكتر الحاجات اللي بتقدر تحرق الدهون بطريقه سحريه رهيبه. فهتاخدي الجارسينيا اللي هي المواد الفعاله، احد المواد الفعاله اللي في الكورس معانا يا هبه. وعايزاكي طبعا لا غنى عن القهوه الخضراء بحمض الكلوروجينيك اللي جواها اللي هيقدر يزود من حرق الجسم للدهون وهيسد الشهيه معاكي. وطبعا عايزاكي تاخدي التوت البري، انت بتقولي فرحك كمان حبه فعايزين جسمك يبقى منحوت. التوت البري يا جماعه من اكتر الحاجات اللي بتنحت الجسم. يعني ايه بتنحت الجسم؟ اعملوا سيرش حتى بحث على جوجل، اكتبوا التوت البري هيطلع لك ايه. ان التوت البري لقوه يا جماعه من اكتر المواد اللي بتقدر ان هي ترسم شكل الجسم، سواء كان للسيدات الوسط اللي بيبقى صغير الجسم الانثوي اللي احنا كلنا عايزينه، وبالنسبه للرجال الشكل الفي شيب اللي احنا برضو بنبقى حابينه في الرجال. فبنقول ان التوت البري من اكتر المواد اللي بتنحت، فانت عشان فرحك كمان بتقولي حبه يعني، فعايزين جسمك كده يبقى حلو ومنحوت بقى وشكلك جميل، فهتاخدي التوت البري. يبقى هتاخدي الجارسينيا وكمان القهوه الخضراء والتوت البري، دي من كل المواد الفعاله اللي موجوده عندي في الكورس. وطبعا بما ان كمان فرحك كمان حابه يا هبه، فانت ليكي طبعا 3 هدايا هتاخديهم مع الكورس بتاعنا، بتختاريهم من البشره او الشعر او كورس العنايه او كورس تقويه المناعه. طبعا انت بتقولي لي ان البشره والشعر عندك فيهم مشكله، فحابين ان احنا نعالج الموضوع ده. هنعالج ازاي يا هبه؟ احنا محتاجين نعمل تحليل صوره دم كامله اللي هو سي بي سي، عشان عايزه اشوف الانيميا عندك قد ايه، الهيموجلوبين عندك نسبته قد ايه، لانه ممكن يكون مؤثر على صحه شعرك وبشرتك. هتبعتي لي التحليل على صفحه الفيسبوك اللي هتظهر قدامك دلوقتي على الشاشه، وعلى طول انا هرد عليكي. بس مبدئيا قبل كمان التحليل عايزاكي تاخدي مجموعه الفيتامينات المتكامله دي، بتبقى عندنا عباره عن كالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم،
عندنا حديد، زنك، بيوتين، فيتامين سي، فيتامين ب 1، ب 12، ب 6. كل الفيتامينات دي هتقدر ان هي كمان تحسن من صحه شعرك وتحسن من صحه بشرتك. ومهم جدا يا هبه كمان عايزاكي تاخدي كورس العنايه بالشعر، رائع، هيجيب نتيجه حلوه جدا ما دام لسه عندك وقت قبل الفرح. الكورس عباره عن شامبو وبلسم وسيرم وحمام كريم وزيت للشعر هايل، مليان بيوتين، كافيار، كولاجين، الحاجات دي كلها بتقوي جدا من صحه الشعر وبتنشط الدوره الدمويه، فبتلاقي ان البصيله طبعا بتتنشط وتنبت شعر اكتر. فلو عندك سقوط في الشعر هتوقفه، لو عندك مشاكل في انه شعرك خفيف هتقله، لو عندك مشاكل ان شعرك ما بيطولش هيطول، كل ده في كورس العنايه بالشعر. طبعا اي حد بيتفرج علينا يا جماعه عايز يتواصل معانا في خلال الحلقه، انا هكون معاكم لمده ساعه تقريبا من دلوقتي، كلموني على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه علشان كمان تاخدوا الهدايا بتاعتنا مع الكورس، 3 هدايا من 3 كورسات مختلفه او من اي كورس انتم حابينه بتاخدوها، وبتنقوا طبعا الهديه اللي انتم حابينها. طبعا اكيد الارقام بيكون عليها واتساب، بتبعتوا لي الاسئله من خلال الواتساب بتاع الارقام، وكمان صفحتنا على الفيسبوك هتظهر قدامكم دلوقتي، صفحه حبايب هيلثي لايف واصحاب هيلثي لايف. لو عندكم اي سؤال، اي استفسار بخصوص الكورسات، اي استفسار بيخص الصحه العامه، انا هكون معاكم بعد الحلقه مباشره هرد عليكم. وطبعا احنا في الصفحه دي بنعمل مسابقات يا جماعه حلوه جدا، مسابقات ليها جوائز قيمه جدا، فعلشان كده تابعوا الصفحه وتابعوا المسابقات لان الكسبانين بياخدوا هدايا حلوه قوي. طيب معانا نهال. ايوه يا نهال، ازيك؟ ايوه صباح الخير يا دكتوره. صباح الفل يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بتكلمينا من فين يا نهال؟ من طنطا. اهلا بيكي واهلا بكل اهل طنطا. انا بيعجبني قوي بحب اسال يا جماعه انتوا بتكلموا من فين عشان اشوف مشاهدينا بقى فين متمركزين اكتر يعني. اتفضلي يا نهال، مشكلتك ايه؟ انا يا دكتوره وزني طولي 174 سنتي. ايوه. ووزني 82 كيلو. وزنك 82، تمام. ايوه تمام يا نهال. هي المشكلة كلها في البطن يا دكتور. 15 كيلو كده عايزين ننزلهم من البطن. ايوه. في عندك أي أمراض يا نهال؟ لا الحمد لله ما عنديش حاجة. طيب حلو قوي. بصي يا نهال، دي برضو زي ما بقول يا جماعة مشكلة السمنة الموضعية، إن أنا جسمي كله بيبقى كويس، المشكلة عندي في البطن، عندي بطن أو عندي كرش، أو جسمي كله بيبقى كويس مشكلتي في الأرداف، الدهون كلها متمركزة في الأرداف، جسمي كويس مشكلتي في الحتة اللي فوق هنا في الدراعات. كل المشاكل دي حلها زي ما قلت لكم في كلمة الجارسينيا اللي بتقدر تروح ناحية الدهون، تكسر الدهون. طب هي هتروح ناحية الدهون تكسرها إزاي؟ طبعا سيبكم من الكلام الطبي اللي درسناه بقى لنا سنين، انا هبسط لكم الموضوع كده واخليه سهل بالنسبه لكل حد بيتفرج علينا. الدهون دي يا جماعه بتبقى دهون ثلاثيه اللي هي ترايجلسرايدز، حاجه كده ملخبطه في بعض، مكعبله في بعض. فالجارسينيا بتعمل ايه؟ دي عامله لك وزن زياده. الجارسينيا بتروح للدهون دي تقوم مكسراها. طب معنى تكسرها دي يعني ايه؟ يعني الدهون الملعبكه في بعض اللي داخله الثقيله اللي عامله لك وزن هتكسرها لحاجه اسمها بايجلسرايدز، هتفككها كده لدهون ثنائيه صغيره، وبعدين دهون احاديه اصغر بكتير، وبعدين تخرجها بره الجسم. فانا كل هدفي ان انا اخسس نفسي، ان انا الدهون دي مش عايزاها، اطلعها بره الجسم علشان اخس في الوزن. الدهون دي مش حلوه، فيها مليانه سموم، مليانه حاجات مش كويسه مش عايزاها، فانا عايزه اتخلص منها. فالجارسينيا بتحول الدهون الثلاثيه الى ثنائيه ثم احاديه، يسهل بعد كده التخلص منها، وبالتالي هخس وارفع ويبقى جسمي جميل. فهاخد الجارسينيا في حاله السمنه الموضعيه، ما انساش الكروميوم كمضاد اكسده هايل. وعايزاكي كمان يا نهال تاخدي خلاصه الكركم، احد المواد الفعاله معانا في الكورس، سحر خطيرة. خلاصة الكركم بتعمل ايه يا جماعة؟ الكركم معروف انه مضاد اكسدة، مضادات الاكسدة دي بتعمل ايه؟ بتحفز خلايا الجسم تنتج خلايا جديدة، فبلاقي بشرتي شكلها بيبقى احلى، خلايا جديدة مليانة كولاجين صحية. طيب بتحفز خلايا فروة الراس ان هي تنشط الدورة الدموية وتنشط البصيلة بتاعتي، فتنبت شعرتين بدل شعرة واحدة، هلاقي ان شعري تقل. طيب الكركم بيعمل ايه تاني؟ بيزود حرق الجسم للدهون، ودي نقطة مهمة جدا. انا الحرق بتاعي في بعض الناس دايما بقول ان مرضى السمنة دول حاجة من ثلاثة، هما تخنوا ليه؟ ليه تخن؟ يعني اسألي نفسك كده وانت بتتفرجي علينا، انا ليه تخينة؟ هيبقى هما ثلاث اسباب منهمش رابع.
اول سبب ان انت شهيتك مفتوحه، عماله تاكلي عماله على بطال اي حاجه قدامك، ودي قلنا حلها في الكورس بتاعنا. هامله معدتك بالياف طبيعيه ملهاش اي اضرار، هتقدر تشبعك وفي نفس الوقت تخسسك. طيب النقطه الثانيه، اما اكون تخينه طب ايه السبب؟ انا ما باكلش على فكره وبتخن برضو. طب الحل هنا ايه؟ الحل ان حجم حضرتك مش حلو، حرق جسمك قليل. فانا بعمل ايه في الكورس بتاعنا؟ بزود لك حرق الجسم للدهون بمواد طبيعيه 100% ملهاش اي اضرار، ملهاش اي مشاكل، ما بتاثرش على كميه المخ، مرخصه من وزاره الصحه المصريه. يبقى هزود لك حرق الجسم للدهون اللي عندك عن طريق ايه؟ قلنا الجارسينيا، التوت البري، القهوة الخضراء، خلاصة الشاي الأخضر، مادة الشيتوزان، كل دي مواد طبيعية هتعلي من معدل حرق الجسم للدهون، لأن أنت حرقك بطيء فبالتالي هتخسي. طيب السبب الثالث للناس اللي عندها سمنة، السبب الثالث إن هي أخدت بعض العلاجات زي الكورتيزون وخلافه، فلقينا إنه حوش لي مية في تحت الجلد، المية اللي تحت الجلد مليانة سموم، مليانة حاجات مش حلوه مش عايزاها. طب ايه الحل؟ الحل ان انا انزل الميه دي، بمجرد ان انا نزلت الميه من الجسم هلاقي ان انا وزني قل، بقيت جسمي احسن وشكله احسن وخسيت، لان الميه وزنه معاكي. طب الميه دي انا هنزلها بايه؟ برضو من احد الكورسات اللي عندنا، هي ان هي بنزل الميه اللي تحت الجسم اللي تحت الجلد دي، بطلعها بصرفها بره الجسم، فوزني بيقل فبالتالي بقى شكلي احسن. طيب ايه المواد اللي بتقدر تنزل الميه؟ من المواد الفعاله اللي عندنا في الكورس، لو في ناس واخده كورتيزون او علاجات زودت لهم في الوزن، بدلهم الدانديليون اللي هي عشب الدانديليون، عشبة الأوفا أورزي، كمان هنلاقي من أكتر الحاجات الكركم برضو بينزل المية، يبقى الكركم، الأوفا أورزي، عشبة الدانديليون، كل الكلام ده. الكرز يا جماعة، خلاصة الكرز الطبيعي من أكتر الحاجات اللي بتصرف الإديمة أو بتطلع المية بره الجسم فبالتالي بخس. طيب اي حد طبعا عايز يتواصل معانا ويعمل مداخلات معانا في خلال الحلقه، يكلمنا على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، هرد عليكم. حضروا لي الوزن والسن والطول واي مشاكل صحيه، ومعانا هنا هنخس، يعني هنخس يا جماعه، مفيش حاجه اسمها اصلا انا جربت كتير ما خسيتش، اصلا انا بقالي مشوار طويل بحاول اخس مفيش، احنا معانا هنخس يعني هنخس. صفحتنا طبعا على الفيسبوك ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، صفحه ساعه لصحتك جمال مالك معانا شكل تاني، او ساعة لصحتك جمالك معانا شكل تاني برضو، لان زي ما بقول من حقنا كلنا نتمتع بجسم شكله حلو وبصحة افضل طبعا. معانا ريهام. الهام ازيك يا الهام؟ ازيك يا الهام؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور عاملة ايه؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. قولي لي يا الهام عندك كام سنة؟ شكلك صوتك صغير. انا عندي 25. انا قلت برضو صوتك شكله صغير. ايه يا حبيبتي ايه الاخبار؟ بتشتكي من ايه بقى؟ بصي يا دكتور، هو انا لسه والده بقالي حوالي 8 شهور. ايوه بس طبعا جسمي زاد جدا بعد الولاده. تمام. طب قولي لي يا الهام انت وزنك قد ايه وطولك قد ايه؟ هو انا قبل الولاده وكده كنت تقريبا 70 كيلو. لا احنا خلينا دلوقتي بقى كام؟ يعني انا دلوقتي صراحه خايفه اوزن نفسي، بس يعني انا لا انا ممكن في التسعينات واكتر كمان. تمام، قولي هنقول مثلا 95. تمام مثلاً. وطولك قد ايه؟ لا هو انا قصيره تقريبا 155 155. 150 تمام، يعني احنا بنلعب في 35 كيلو تقريبا يا الهام. تقريبا يعني. طيب انا عايزه اسالك على حاجه بقى، شهيتك للاكل اخبارها ايه؟ ولا انت ما بتتخني وما بتاكليش؟ لا طبعا باكل يا دكتور عشان الرضاعه وكده، فطبعا أيوة. باكل. تمام، احنا بقى عايزين معاك يا الهام ندي حاجه تعمل ايه؟ تسد شهيتك، تملى معدتك فتحسسك بالشبع، تسد شهيتك وفي نفس الوقت ما تتخنكيش. فهندي ايه بقى يا الهام؟ هندي بذور السيليوم اللي هي قشور السيليوم او نبات القطونه، ده من اكتر الحاجات زي ما قلت لكم اللي بتزود جدا جدا من الشبع وما بتتخنش، وفي نفس الوقت بتزود كمان من حرق الجسم للدهون. ماده قشور السيليوم ملازمه ليها ماده الكروميوم مضاد أكسدة، زي ما قلت لكم هيعلي جدا من حرق الجسم للدهون، وده اللي انا عايزاه. كمان عايزاكي تاخدي يا الهام، بما انك انت يعني لسه والده، عايزين كمان تاخدي
الشيتوزان. الشيتوزان من اكتر المواد يا جماعه اللي بتبقى حلوه جدا للسيدات اللي هي حوامل او لسه والدين، لانها مضاد اكسده قوي جدا، بتعلي كمان من مناعه الجسم جدا، والاهم من ده كله ان هي بتزود من حرق الجسم للدهون، فبالتالي الدهون اللي عندك متراكمه عامله لك الوزن الزياده هتخرجها بره الجسم، فهلاقي نفسي ان انا خسيت في وقت قصير. ودايما بقول الكورسات بتاعتنا يا جماعه كورسات مرخصه من وزاره الصحه المصريه، اي حد يقدر يستخدمها، رجاله، ستات، اطفال، او كمان مرضى الضغط او السكر او القلب، السيدات الحوامل او اللي بيرضعوا، ما فيهاش اي مشكله، ما لهاش اي اضرار. وطبعا ترخيص وزاره الصحه المصريه بيتبعت لحضرتك او لحضرتك وقت لما بتاخدوا الكورس. مهم قوي يا الهام كمان ان انا عايزاكي تعملي، انت بتقولي لسه والده، عايزاكي تعملي تحليل فوليك اسيد، تحليل سي بي سي، وكمان غده درقيه عشان نشوف، لان ممكن يكون في خمول في الغده الدرقيه. فاعملي لي التحاليل دي وابعتيها لي على صفحه الفيسبوك اللي هتظهر قدامكم دلوقتي، صفحه ساعه لصحتك جمالك معانا شكل تاني. حابه كمان اقول لكم الهام، انت ليكي ثلاث هدايا، مش هديه واحده ولا اتنين ولا هي هم ثلاث هدايا هتاخديهم من كورس الكورسات بتاعتنا. عندنا كورس العنايه بالبشره، في كريم مقاومة التجاعيد، كريم تفتيح، عندنا غسول للوجه، لوشن للجسم، كمان كورس العنايه بالشعر، عندنا الشامبو والبلسم، حمام الكريم، السيرم وزيت الشعر، كمان عندنا كورس تقويه المناعه، وده الكورس اللي انا بحبه جدا يا جماعة، لأنه بيقدر أنه يقوي لك المناعة بتاعتك ضد أي فيروس أو بكتيريا أو فطريات ممكن تدخل جسمك. دايما بقول أن جهاز المناعة يا جماعة بيبقى عامل كده زي إيدي دي، فهنا هيجي لك فيروس أو بكتيريا أو فطريات فيقف له جهاز المناعة كده، لا أنت داخل فين، لا ما تدخلش جسم البني آدم ده، أنا حميك كويس. فلازم جهاز المناعة ناخد بالنا منه، نقوي جهاز المناعة عن طريق طبعا حاجات كتير اللي في الكورس بتاعنا، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، فيتامين ه، فيتامين ب1، ب6، ب12، الكولاجين، اوميجا 3، البيوتين، كمان عندنا فيتامين سي، الزنك، المغنيسيوم، الحاجات دي كلها، فيتامين د3 ده مهم جدا يا جماعه، الكالسيوم، كل ده موجود في كورس تقويه المناعه اللي هقدر اقوي بيه الجهاز المناعي بتاعي ضد اي فيروس، ضد اي بكتيريا، ضد فيروس الكورونا المنتشر، كل الكلام ده هقدر اقوي بيه جهاز المناعه بتاعي، فبالتالي بتبقى صحتي احسن، وطبعا شعري شكله احلى، صحته احسن، وبشرتي كمان شكلها احسن. مين معايا؟ احلام. يا احلام الخط قطع؟ طيب كلمينا تاني يا احلام، مستنيين تليفونك. فطبعا الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه هي الارقام اللي بتتواصلوا بيها معايا في خلال الحلقه، وكمان بعد الحلقه انا موجوده معاكم 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. صفحتنا كمان على الفيسبوك هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه، صفحه انا مسميها صفحه اصحاب برنامج هيلثي لايف. طبعا اي حد عنده تعليق، عنده استفسار، عايز يسال اي حاجه عن الكورسات بتاعتنا، بتبعتوا لي على الصفحه وبختار لكم الكورس المناسب ليكم. احلام رجعتي، ازيكي احلام؟ الحمد لله يا دكتور، ازيك؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت كويسه؟ الحمد لله بخير. قولي لي اخبار الدنيا عندك ايه؟ بتشتكي من ايه؟ لا هو الحمد لله، هو انا والدي، ايوه إيه، انا والدي كويس يعني، هو مش بيتحرك. ايوه تمام، الف سلامه عليه. الله يسلمك حبيبتي. هو الموضوع ده بقاله حوالي 3 سنين. ايوه بس طبعا هو بياخد ادويه كتيره جدا، لان هو اصلا كمان هو عنده القلب. ايوه بس طبعا الاعاد مع القلب اكيد زود له الوزن جامد. دي حقيقه. وطبعا يعني طبعا عشان ما بيتحركش وكده، فهو ما بيتسلاش غير بالتلفزيون الاكل. تمام. هو القعده طبعا دي من اكتر الحاجات اللي بتزود الوزن، بس ما تقلقيش يعني احنا حلنا موجود في الكورس. كملي. عمره قد ايه؟ قبل الحادثه وكده هو هي. انا والدي كان يعتبر رياضي جدا، فبيبقى كان بالنسبه له صعب جدا الوضع. هو عمره قد ايه؟ احلام سنه؟ والدي سنه كام؟ 45. لا صغير يعني، كويس، الحرق بتاعه شغال حلو. تمام كملي.
بس الفكرة كلها ان ماشي يعني انا بحرق بس برضو انا باكل تاني بس وزنه زاد. هي طبعا مشكلة. بصي يا احلام، هو مشكلة الوزن الزيادة، الوزن الزيادة لما هيقل هتلاقي المشاكل دي كلها اتحلت. هتلاقي مشكلة انه الدهون اللي لو في عنده زيادة في الكوليسترول او زيادة في الدهون الثلاثية هتلاقي الموضوع اتعالج. امراض القلب هتلاقي لو في عنده اي مشكلة في الشرايين هتلاقيها اتعالجت، لان السمنة من اكتر الحاجات اللي بتبقى بتسبب امراض زي ما بقولك القلب والحاجات دي. فلو عالجناها حدة الامراض المصاحبة للسمنة هتقل بنسبة كبيرة. تمام. انا فاهمة، بس الفكرة كلها ان وزنه لما بدأ يعني ان هو يزيد وكده بقى يعني صعب عليا انا يعني أكيد. الحركة وكده يعني، لان انا الوحيد اللي معاه. فمش انا عايزه اعمل له زي نظام غذائي او حتى لو في حاجه ان هي تنزل له في الوزن. بس طبعا يعني الادويه اللي بياخدها كتيره وانا مش عايزه حاجه تضره يعني. انا ما عنديش مشكله والله، انا هشيله فوق دماغي بس برضه عشان. طب بصي، هو ما فيش حد يعني، مش عايزه اقول لك ما فيش حد اغلى من الاب والام يا احلام. فلو انت عارفه ما بيعمل يعني، ربنا يخليه لك طبعا ويحافظ لك عليه، لو ما بيعملش حاجه بس مجرد قعاده كده قدامك وان انت شايفاه وعينك جايه في عينيه، دي بالدنيا يعني. بصي والله دي حقيقه. فاحنا ان شاء الله هنخسسه وهيخس بصحه وما فيهاش اي مشاكل، والموضوع سهل ما تقلقيش يا احلام. احنا بس هنحتاج منه انه هو هنسدله الشهيه شويه يا احلام عن طريق قشور السيليوم اللي هتقدر تملى معدته وتحسسه بالشبع، وبالتالي هلاقي انه هو بيخس لانه بيحرق من الدهون اللي متخزنه عنده، فالدهون بتاعته هتقل شويه تتصرف بره الجسم، فبلاقي ان انا خسيت او والدك حالته خست. تاني حاجه هنحاول نعلي كمان من معدل حرق الجسم للدهون عند والدك. طيب ازاي هقدر اعلي حرق الجسم للدهون؟ عن طريق الجارسينيا، من اكتر الحاجات اللي هتزود لي الحرق. القهوه الخضراء، انصحك دايما بالقهوه الخضراء يا احلام مع والدك، هتظبط له نسبه سكر الدم، هتظبط له نسبه الكوليسترول العالي اللي عامله مشاكل القلب. فلازم ياخد القهوه الخضراء، ممتازه. وخلاصه الشاي الاخضر اللي هو الجرين تي اكستراكت، برده مليان مضادات اكسده، هتقدر تحفز خلايا جسمه انه يحرق اكتر وبالتالي هيخس. يبقى خلاصة الشاي الاخضر من احد المواد الفعالة عندي في الكورس. كمان الجرين كافي او القهوة الخضراء اللي لا غنى عنها مع والدك يا احلام. وكمان عندنا زي ما قلتلك الجارسينيا من اكتر المواد اللي هتقدر كمان تعلي من حرق الجسم. طبعا ما ننساش ارقام، طبعا الهدية، كنت هنسى الهدية يا اسمي، هي احلام الهدية بتاعتك يا احلام، ليكي 3 منتجات. احنا خلاص خدنا الكورس لوالدك وان شاء الله هيبقى بصحة أحسن وبإذن الله هيخس، وتابعيني بعد 10 أيام قوليلي نزل كام كيلو. وانتي بقى شخصيا ليكي هدية مكافأة طبعا، على أساس انك كمان خايفة على صحة والدك، هتاخدي مع الكورس 3 منتجات من منتجات المختلفة والكورسات بتاعتنا المختلفة. كورس العناية بالشعر، وكورس علاج البشرة ومشاكلها، كورس تقوية المناعة، والكورس بتاع علاج العظام. تختاري أي منتج من الكورسات بتاعتك، 3 هدايا بتاخديهم بنبعتهم لك طبعا لحد باب البيت. الارقام طبعا اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه هي الارقام اللي انتوا بتتواصلوا بيها معايا خلال البرنامج. اي حد عايز يسال على ازاي اقدر اوصل للوزن المثالي، ازاي اكون بصحه احسن، ازاي شعري تبقى شكله احلى يبقى صحي اكتر، ازاي كمان بشرتي يبقى ما فيهاش اي مشاكل، تكون متفتحه ما تكونش فيها اي مشاكل للغمقان، هالات سودا، اثار حب شباب، سايبه لون، طبعا الحبوب، كل اي مشاكل من مشاكل البشره بنقدر نحلها. وكمان كورس تقويه المناعه اللي كلمتكم عليه، وده كورس يا جماعه ممتاز علشان يقدر يحمينا ضد اي مرض منتشر دلوقتي. وكمان كورس علاج الالام العظام اللي موجود. طبعا اكيد صفحه الفيسبوك صفحه من الاساسيات دلوقتي معانا حبايب قلب برنامج هيلثي لايف. الصفحه قدامكم دلوقتي على الشاشه، اعملوا لها متابعه ولايك علشان بننزل بفيديوهات جديده. لو عندكم اي استفسار على الكورسات، لو عندكم اي استفسار على الصحة العامة بتاعت حضراتكم بتبعتولي وبرد عليكم بعد الحلقة مباشرة. كمان الصفحة بننزل عليها هدايا قيمة جدا ومسابقات، اللي بيكسب فيها بنبعت له طبعا الهدية لباب البيت، فتابعونا. معانا شيرين. ازيك يا شيرين؟ هاي يا دكتور، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ عامله ايه؟ ازيك؟ صباح التفاؤل والجمال ده، الشياكه والحلاوه دي يا دكتور. قمر دايما متألق. انا بحب الناس اللي هي متفائله، يعني محبه كده للحياه. زيك يا شيرين، بتاعك يشجع الناس ان هي تعمل دايت وتخس يا دكتور. ربنا يخليك يا ربنا مين معايا؟ معلش انا نسيت،
مين؟ انا شيرين يا دكتور. شيرين يا حبيبتي. أيوة. معلش انا اسفه. معلش يا دكتور قمر يا دكتور. حبيبتي ربنا يخليكي وتسلموا لي والله كلكم. قولي لي يا شيرين بتكلمينا من فين؟ بصي انا بكلمك من القاهره. من القاهره. انا كنت هقول لك بقى الكيس بتاعتي هتتبسطي بيا. انا كنت 158 كيلو. 158. ايوه ايوه. وخسيت 62 كيلو ما شاء الله بالكورسات بتاعتنا يا شيري. لا بالدايت وبيرسونال ترينر والجيم. برافو عليك. برافو يعني عليك والله. برافو عليك. مجهود شخصي بحت طبعا. ده انا يعني مذهوله والله يعني بجد هايله. بس عندي بقى 10 كيلو مش راضين ينزلوا خالص. يعني انا بتمرن كل يوم وبرده يعني ملتزمه برده خلاص. طبعا ما بقتش اقدر اكل زي زمان خالص. شهيتك اتسدت شويه كتير عن الاول. أيوة. في بقى 10 كيلو ما بينزلوش يا دكتور خالص. ما بينزلوش خالص. ايوه اللي هو. أيوة. دخلنا بقى في مرحله ثبات الوزن اللي هو انا ببقى عايز انزل ال 10. طب كي حاجه انزل بالظبط. يعني كل اسبوع اتوزن في الجيم ما بنزلش خالص يا دكتور. بصي بقى يا شاري انا عايزه اقول لك انه الثبات مرحله ثبات الوزن او احنا كدكاتره بنسميها مرحله البلاتو اللي هو انت خلاص نزلتي الوزن وقربتي على الوزن المثالي فاضل لك مثلا 10 كيلو او 12 كيلو 15 كيلو ايا كان فدي بنسميها ثبات الوزن او مرحله البلاتو اللي هو الكيرف بتاعي بيبقى كده مستقيم خط مستقيم. طيب الحل معاكوا ايه بقى في الحالات دي؟ الحل ان انا بزود يعني عايزه بقى اتحايل على الجسم بطريقه اقدر اسرع بيها حرق الجسم للدهون. الجسم دلوقتي دخل في مرحله طب انا بقى مش خاسس جربي زي ما تجربي قللي في كورسات قللي في شهيه قللي في اعملي رياضه كتير انا برده مش هنزل انا عاجبني وزني كده. طب انا هعمل ايه؟ هتحايل على الجسم هضحك عليه هقول له طب بص بقى انا هدخل لك حاجات ومنتجات انت اول مره تشوفها وحاجات اول مره تشوفها غصب عنك هتخس. فدايما بقول انه حتى كمان اي حد بياخد الكورسات بتاعتنا انا بشتغل يا جماعه على الجسم والناس اللي عايزه تخس بنزلها بكذا طريقه مش بطريقه واحده. يعني ما بقولش اهو المنتج ده يا جماعه بيخسس يلا خدوه لكل الحالات ومع السلامه باي باي بقى واشوفكم خسيتوا ما خسيتوش مش قصتي. لا انا دايما بحب العب مع الحالات بتاعتي على انها لعبه بدي كذا منتج. طب المنتجات دي كلها ملهاش اي اضرار ما بتاثرش على كميه المخ مرخصه من وزاره الصحه المصريه. طب بختار المنتجات ازاي مع بعض؟ بختارها ان هي تلعب على الجسم بكذا طريقه اخسسك بكذا طريقه. الجسم مش حابب مثلا مش حابب القهوه الخضراء ولو ان القهوه الخضراء دي حبيبه ملايين الناس كلها ولازم يخسوا عليها بس بديكي مثلا يبقى انا هدي ايه؟ خلاصه الشاي الاخضر. طب مش حابب الشاي الاخضر هدي الشيتوزان. يبقى بلعب مع الجسم بكذا طريقه علشان يقدر يخس ويزود من حرقه. فانا هعمل معاكي كده يا شاري هتاخدي القهوه الخضراء من اكتر المواد الفعاله اللي موجوده في الكورس بتخسس جدا نتيجه لوجود حمض الكلوروجينيك اللي بيرفع جدا من معدل حرق الجسم الدهون هيصرف الدهون بره الجسم فهتخسي وكمان بيسد الشهيه بيدي باور هايل للجسم بيقوي المناعه. وعايزاكي تاخدي كمان ماده الشيتوزان من اكتر المواد اللي هتقدر ان هي تحرق في الدهون بتاعتك عن طريقه لانها دايما بنقول ان ماده الشيتوزان دي يا جماعه مليانه مضادات اكسده مليانه الياف بتقدر ان هي تزود من حرق الجسم للدهون فهيخرج الجسم الدهون بره الجسم يعني هيخرجها براه فبالتالي هتلاقي نفسك خسيتي. فهتاخدي الشيتوزان هتاخدي القهوه الخضراء وطبعا بما انك قربتي على الوزن المثالي يا شاري فانصحك بالتوت البري هيعمل معاكي شغل حلو جدا لانه زي ما قلت لكم دي الماده الناحته للدهون. معروف ان التوت البري احنا درسناه كده الماده الناحته بينحت الجسم هيحسن لك جدا من شكل الجسم ويصغر الوسط كده ويديك الشكل الانثوي الرائع اللي احنا طبعا عايزينه. يا شاري انت قفلتي؟ طب بص يا شاري انت ليكي هديه دلوقتي هخليهم يتصلوا بيكي مع الكورس بتاعنا هيبقى ليكي ثلاث هدايا هتختاريهم براحتك من كورس علاج الشعر او كورس علاج البشره كورس تقويه المناعه وكورس علاج العظام. بتختاري الهدايا اللي انت عايزاها براحتك خالص من كل الكورسات بتاعتنا دول ثلاث هدايا بحالهم. طبعا حابه اقول لكم انه اي حد عايز يتواصل معانا بيبعت لي على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه
كلموني عايزين نرغي مع بعض كده، اشرحوا لي بقى تاريخ حياتكم من اول ما اتولدتوا لحد دلوقتي، وازاي السمنه قدرتوا تخنتوا كام كيلو، وازاي اثرت عليكم، لو في مشاكل في العظم، لو في مشاكل في القلب او الضغط او السكر، احكوا لي كل التاريخ بتاعكم معايا، طبعا نقعد نرغي براحتنا. كمان الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه عليها واتساب للي مكسل انه يتصل، او يعني لسه تحت البطانيه كده مش نشيط، يبعت لنا برضو اسئلته على الواتساب، برد عليكم على طول بعد الحلقه. واكيد صفحتنا دلوقتي صفحه ساعه لصحتك، جمالك معانا شكل تاني هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه، اعملوها فولو، اعملوا لها لايك، وزي ما قلت لك بننزل طبعا هدايا حلوة جدا لأي حد بيتفرج علينا، ومسابقاتنا بتكون مسابقات طبعا حلوة، والكسبان بيوصلوا هدايا قيمة لحد باب البيت. طبعا في عندنا بقى، انا دايما بقول ان الكورس بتاعنا بيبقى في ناحيه ان انت هتخسي بالكورس، بس الناحيه الثانيه كفه الميزان الثانيه انا محتاجه نظام غذائي متكامل يقدر يخسسني. دايما بقول للحالات بتاعتي انا ما بحبش الحرمان اطلاقا، يعني انا عمري ما احرم اي حاله عايزه تخس من الاكل، ما بيحصلش. نظام الرجيم الكيميائي، نظام الرجيم الكيتو، الكلام ده كله ما بينفعش وما بيجيبش نتيجه، بالعكس انا بحس ان الناس اللي بتحرم نفسها بيجي لها فتره ممكن تخسي ب 5 10 15 كيلو، بس بيجي لك فتره بعدها الجسم بيدخل في مرحله شره للاكل، ياكل بقى اي حاجه قدامه، فبتلاقي نفسك تخنتي اكتر من اللي انت خسيتيه. فعشان كده ما بحبش الحرمان، ما مش من انصار ابدا الرجيم الكيميائي او انظمه الرجيم اللي بيبقى فيها حرمان. طيب امال احنا هنا بنعمل ايه؟ انا عايزاكي تاكلي كل اكلك اللي انت بتاكليه، بس هنقلله شويه، يعني نظام غذائي يعني قليل السعرات، مش هقول قليل، متوسط السعرات، بدل مثلا ما بتاكلي رغيف كامل في العشاء عايزاكي تخليه نص رغيف، 8 معالق او 8 رز او مكرونه هتخليهم 5 او 4. هناكل نفس الاكل، بتاكلي حلويات، بتاكلي شوكولاتات، بدل ما تاكلي شوكولاته كامله هناخد مثلا 2 بار شوكولاته. مفيش مشكله، قولي كل اللي انت عايزاه، ويفضل في الساعات النهاريه اللي هو الصبح، لان حرق الجسم بيقل بالليل، مع الكورس بتاعنا السحري اللي هيقدر انه يخسسك. الكورس زي ما بقول دايما كله منتجات طبيعيه، اعشاب طبيعيه، نباتات طبيه، مكملات غذائيه ملهاش اي اضرار، ما بتاثرش على كميه المخ، ما بتاثرش على الجهاز العصبي المركزي، فهتخسي يعني هتخسي. عمر ابدا ما في اي حاله من الحالات بتاعتي خست من غير صحه، لا انا دايما بربط الخسسان بالصحه، ان لازم يكون صحتك حلوه، شعرك يكون حلو صحي، بشرتك تكون صحيه، ما يبقاش فيه ابدا اي مشاكل مصاحبه مع يعني مشاكل مصاحبه مع الخسسان. فانت هتخسي معانا، يعني هتخسي بكذا منتج مش بمنتج واحد، وبكذا طريقه، وبرده هتخسي بصحه، وده اللي دايما باكد عليه. اي حد طبعا عندنا خس او عنده او اخذ الكورسات بتاعتنا وفعلا قدر ان هو يخس وينزل ب 10 15 20 لحد 60 كيلو، يا ريت يكلمنا، ببقى سعيده جدا بمكالماتكم وفرحتكم اللي بحسها طبعا من خلال اي حد بشوفه او بسمع حتى صوته بعد ما يخس يعني كميات كبيرة، ببقى مبسوطة جدا لسعادتهم هم شخصيا، وازاي حياتهم قدرت تختلف للأحسن. فعشان كده بقول لكم الفقرة اللي جاية عندي بقى يعني فقرة الشيف زي ما بنقول، عندي نظام غذائي رائع هتقدمه لنا شيف ياسمين. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل مع الشيف ياسمين، وعامله لنا وصفة تحفة، تابعونا وابقوا معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل هنعمل وصفة بنظام غذائي متوسط أو منخفض السعرات، هيقدر إن احنا فعلا نخس مع النظام الغذائي طبعا مع الكورسات بتاعتنا. حابة طبعا أأكد عليكم إن انتوا أي حد عايز يتواصل معانا ويعمل مداخلة في خلال البرنامج وكمان بعد البرنامج بيتصل على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، الأرقام كمان عليها واتساب، بتبعتولي على الواتساب لو عندكم أي استفسار بيخص الصحة العامة، الوزن المثالي، ازاي اقدر اخس، الناس اللي عندها نحافه ازاي تقدر تتخن بمنتهى الصحه من غير اي مشاكل صحيه. كمان ما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك صفحه ساعه لصحتك، جمالك معانا شكل تاني هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه. لو اي حد عنده اي استفسار بيبعت لنا برده على الصفحه، برد عليه على طول بعد انتهاء الحلقه.
وزي ما قلت لكم الفقره دي هي فقره مميزه جدا، لان احنا معانا شيف هتعمل لنا وصفه هايله هتقدر تحسسنا بالشبع لفتره طويله من غير اي سعرات حراريه كبيره ممكن تزود في وزننا. فنرحب بالشيف ياسمين. ازيك يا شيف؟ اهلا يا اهلا، ازيك؟ اخبارك ايه؟ منورانا والله. انت منوره جدا ومنورانا في قناه النهار حبيبتي. ميرسي يا شيف ياسمين. والاعلاميه الجميله حنان الحسيني، ربنا يخليكي. ميرسي يا ياسمين، احنا طبعا مبسوطين بوجودك. كلمينا بقى النهارده هتعملي لنا ايه؟ هنعمل النهارده مكرونه بالفراخ والبروكلي وهنعمل بالوايت صوص، بس الصوص الابيض مش هيكون بالدقيق وكده، هيكون بالحاجات الصحيه. حلوه قوي. زبادي يوناني على شويه حاجات. المهم ان احنا هيبقى الدهون اللي بنستخدمها دهون صحيه. حلو. نشويات صحيه. حتى الفايبرز او الالياف اللي هنستخدمها هتبقى كلها صحيه، تملى ما تخنش تملى تدي نضاره للبشره. حتى التوابل والحاجات اللي هنستخدمها هتكون كويسه قوي للمناعه بتاعتنا. ممتاز يا شيف ياسمين. طب يلا بينا نبدا. اوكي، نقول بقى الانجريدينتس عندنا. ماشي. عندنا هنا مكرونه، ممكن استخدم طبعا مكرونه الشوفان حوالي 300 جرام. جميل. عندي الخضار بتاعي البروكولي، ممكن نستخدم كمان ماشرومز معانا، بس ده يعني الحاجه دي بتمشي حلوه قوي علشان خاطر البروكولي عامه مضاد للالتهابات. صحيح، مليان مضادات اكسده يا جماعه. البروكلي خطير، مليان الياف ومضادات اكسده، بيقدر يحسسني بالشبع لفتره طويله ويعالج كل الامراض المعديه. ممتاز. تمام. وعندنا هنا انا واخده شريحه من صدر الفراخ. بالنسبة للتوابل اللي عندي، عندي هنا بودرة ثوم وبودرة بصل، وعندي هنا رشة كركم مع رشة زنجبيل. حلوة. دي مهم قوي لان الكركم برضو كويس قوي بيعلي من الحرق. مظبوط. وهو عندنا معانا في الكورس كمان احد المواد الفعالة يا شيف ياسمين، هو خلاصة الكركم زي ما كلمتكم في اول الحلقة، انه من اكتر المواد اللي مليانة مضادات اكسدة، بتقدر تعلي جدا من حرق الجسم للدهون. الكركم كمان مفيد جدا للشعر وللبشرة، ومن المواد الفعالة اللي موجودة عندنا في الكورس، كمان هيبقى موجود في الوصفه بتاعتنا. اوكي. وعندي توم وعندي بصل وعندي زبادي يوناني. الزبادي اليوناني بيبقى البروتين فيه عالي قوي، وفي نفس الوقت بيبقى كريمي جدا. فهيديني الصوص اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت بدون دقيق، واكلت وجبه فيها بروتين عالي. حلو. وفي نفس الوقت صحيه جدا وتحسسني بالشبع لفتره طويله جدا. يعني انا حاسه من المكونات كمان بتاعتنا يا جماعه، احنا دايما بنلعب على انه زي ما قلت لكم في الكورس بتاعنا بنسد الشهيه، بنحس بالشبع لفتره اطول. فمع النظام الغذائي اللي احنا هنعمله والوصفه دي، انا شايفه في مكرونه، شوفان. الشوفان من اكتر الحاجات اللي بتزود احساسنا بالشبع. البروكلي من اكتر الحاجات اللي ممكن تفضلي 5-6 ساعات لو اكلتيها شهيتك مسدوده. الكركم، كل الحاجات دي. تمام. هنبدا بقى دلوقتي في الوصفه بتاعتنا. اول حاجه عندي هحط مكعب صغير قوي من الزبده، ودي تعتبر من الدهون الصحيه اللي عندي اللي موجوده. يعني يا الزبده يا زيت الزيتون. حلو قوي. يعني ممكن نستبدل الزبده كمان بزيت الزيتون. طبعا ممكن. وهننزل بيه بصلايه متوسطه ونقلب كده. اول ما الريحه تبتدي بس تطلع والبصله تبتدي يعني يا دوبك تبقى لونها كده ترانسبيرنت، تدبل يعني. تدبل. هننزل حوالي معلقه كبيره من الثوم المهروس. حلو قوي. تمام. الثوم مع الزبده والبصل دايما بيدوا كده تيست حلو قوي في الاكل. وريحه الاكل يا جماعه، عايزه اقول لكم ريحه البصل مع الثوم مع الزبده عالمي. معانا حميده. ازيك يا حميده؟ الو حبيبه. ازيك يا حبيبه، عامله ايه؟ ايه حضرتك يا دكتور، عامله ايه؟ حبيبتي الحمد لله. بتكلمينا من فين يا حبيبه؟ ايه، من البحيره. اهلا بيكي واهلا بكل محافظه البحيره. ايه رايك في الوصفه الجميله اللي احنا هنقدمها النهارده يا حبيبه؟ لا جميلة ان شاء الله، اجربها برضو بعد حضرتك يعني. جربيها طبعا يا حبيبي وهتعجبك ان شاء الله. ودايما زي ما بقول لكم انا حريصة جدا يا جماعة ان احنا نخس بالكورس بتاعنا. المنتجات الطبية اللي هي الطبيعية 100%، الاعشاب الطبيعية اللي ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي اضرار، ما بتأثرش على كمية المخ. وكمان ببقى حريصة النظام الغذائي مهم جدا، وزي ما قلت لكم بنقلل في سعراتنا حاجة بسيطة، ما بنحرمش هنا معانا، ما بنحرمش. معاكي يا حبيب، قولي لي مشكلتك. هو انا كنت خدت من يعني من الفريق مجموعه شعر. ايوه. بصراحه يعني مش هكدب عليكي، كنت الاول بجرب ان لو خدت منتج ممكن يبقى كويس ويجيب نتيجه ولا لا. ايوه تمام. انت اكيد لقيتيها بتجيب نتيجه. بصي، منتجات الشعر لا يختلف عليها اتنين، الكورس بتاعنا كورس خطير. بصراحه، لان انا كانت عندي مشكله اصلا في شعري، ان انا كنت عامله يعني علاج كده معين من فتره، وبعديها لقيت فيه بدا يبقى فيه تساقط في الشعر. ايوه. والشعر اللي بيطلع كمان كان طالع مش حلو.
بالعكس طالع كيرلي وطالع خشن. ايوه ايوه. بصي دايما يا حبيبه بنقول يا جماعه رساله بنوجهها لاي حد بيعمل العلاجات المنتشره حاليا، بيبقى في ماده اسمها الفورمالدهايد، دي ماده يا جماعه بتحرق الشعر، فارجوكم ابعدوا عن العلاجات، عالجوا شعركم بالكورس بتاعنا اللي موجود، كورس العنايه بالشعر وعلاج جميع مشاكل الشعر، عندنا شامبو، بلسم، سيروم، حمام كريم وزيت، كل الحاجات دي والمنتجات دي موجوده في الكورس، هتعالج شعركم بصحه بمنتجات طبيعيه ما فيهاش اي قلق ولا فورم. وابعدي بقى عن الحاجات اللي بتحرق الشعر والحاجات اللي بتقصف. انا عندي مشكله اصلا في فروه راسي ان كان بدا يبقى فيها قشره. ايوه. وقشره غريبه، انا عمري ما كان بيبقى عندي قشره قبل كده. الشامبو بعد من يعني من تاني يعتبر اسبوع، بدايه تاني اسبوع. أيوة. تقريبا ما بقاش فيه اي قشره في فروه راسي. أيوة. غير كده ان هو ما نشف ليش شعري، يعني انا كنت استعملت شامبوهات ضد القشر قبل كده كانت مشكلتها ان هي بتنشف لي شعري. لا بالعكس، وكانت بيخلي ريحه فروه راسي حلوه. حلوه طبعا. الليسيون بعديها بدا يطلع لي بيبي هير في فروه راسي. أيوة. حتى التقصف، يعني انا قبل ما استعمل كنت رحت قصيت شعري من تحت عند الكوافير عشان كان ما بيطولش ومقصر تبقى بايظه. لا السيروم بدا يخليني احس بطراول شعري بدا يبقى فيه لمعه وصحه تانية حلوه. فبصراحه ده شجعني دلوقتي بقى ان انا عندي مشكله في الوزن شويه. ايوه. ده شجعني ان انا يعني اخد ثقه بصراحه ان انا اقدر اطلب منتج تاني او اطلب حاجه تانية استعملها. انا فاكراك يا حبيبه انت كلمتينا تقريبا الاسبوع اللي فات او اللي قبله كنت بتسالي على التراخيص، لان انت صوتك مميز جدا وفاكره الاسم. من اسبوعين. صح؟ ايوه. انا فاكره فعلا، وبعتنا لك التراخيص بتاعت كورس الشعر. انا فاكره. ايوه ايوه. بصي انا دايما بحب اللي زي الناس اللي زيك كده يا حبيبه، اللي هي الناس يا جماعه الحريصه على صحتها، الحريصه على انه انا ما استخدمش اي منتج لشعري ما يبقاش مترخص، ما استخدمش اي منتج لبشرتي ما يبقاش مترخص، ما استخدمش حاجه تخسسني او حاجه تزودني في الوزن في كورس زياده الوزن ما تبقاش مترخصه. فارجوكم يا جماعه طلبوا ان انتوا تشوفوا طبعا تراخيص وزاره الصحه المصريه، هتتبعت لكم لحد عندكم على ارقام الواتساب بتاعتكم، وزي ما حبيبه عملت كده وكانت طالبه التراخيص، فانا بجد سعيده كمان يا حبيبه ان انت من اسبوعين واخدتي كورس الشعر وعمل معاكي نتيجه حلوه في اسبوعين، كملي كمان ده هيعمل نتيجه احسن واحسن. بصراحه فده اللي شجعني بقى ان انا عايزه يعني اخد حاجه للتخسيس، لان انا كنت اخدت حاجه قبل كده وللاسف عملت لي دخلتني في انيميا، لان أكيد. كنت كانت يعني بتخليني ادخل التواليت كتير. وتعبت منها لما رحت للدكتور بعد كده، قال لي ان هي كانت بتخلي معدتي ما تمتصش اي فايده يعني من الاكل. ايوه. وعشان كده كان جسمي بيقل، قال لي هو كان بتعمل جفاف لجسمك، بتاخد الميه من جسمك وبتاخد الفايده. ايوه. فانا نفسي في حاجه تظبط معايا. انت وزنك كام كيلو تقريبا يا حبيبه؟ هو انا وزني 98. ايوه. وطولك قد ايه؟ انا طولي 173. المشكله ان انا يعني طويله ووزني تقيل فشكلي ضخم. شكلك ضخم. احنا عايزين نحاول ننزل حوالي 20 25 كيلو يا حبيبه، سهل ان شاء الله بالنسبه لك، هيبقى الموضوع بسيط. بس انا عايزه اعرف منك حاجه، هل انت شهيتك مفتوحه على طول يا حبيبه للاكل؟ بتاكلي اي حاجه قدامك ولا لا؟ لا مظبوط. مش اي حاجه، بس هي المشكله في الحلويات، يعني ممكن اكل اي كميه من الحلويات مهما كانت. السكريات بتاكل طول اليوم. بصي دايما يا حبيبه بنقول ان السكريات لما بتدخل في الجسم بتتحول لدهون، فانا عايزه معاكي حاجه تشتغل على الدهون على طول، تخرجها بره الجسم وتزود حرق الجسم للدهون. فانصحك بالجارسينيا، ده نبات الجارسينيا بنسميه نبات المعجزه، النبات ده يا جماعه سحر في حرق الدهون، والناس اللي بيبقى عندها شره للحلويات او بتحب تاكل سكريات كتير دايما بنديها من الكورس بتاعنا المواد الفعاله اللي فيه الجارسينيا، اكتر ماده هتقدر تشتغل على الدهون اللي جايه من الحلويات وكمان الدهون اللي هي من الكربوهيدرات او النشويات. فالجارسينيا تحفه في حرق الدهون، بتعلي كمان معدل حرق الجسم جدا، تخلي الجسم على طول في حاله مستمره يا حبيبه من الحرق، فبتلاقي ان الدهون بتاعتك ما بتفضلش في جسمك، بتتصرف على طول فبتخسي على طول. تمام. فانصحك بالجارسينيا، طبعا لا غنى ابدا ودايما بقولها في كل حلقه، سحر القهوه الخضراء الجرين كافي يا جماعه، حمض الكلوروجينيك
فعال تحفة تحفة للناس اللي عايزة تخس بأمان. بتظبط كمان نسبة الكوليسترول في الدم، بتظبط نسبة السكر في الدم، بتسد الشهية. وكمان القهوة من القهوة الخضراء من أكتر المواد اللي بتعلي كمان حرق الجسم للدهون، فعشان كده عايزينك تاخدي القهوة الخضراء الجارسينيا. وحابة كمان لأن أنت الوزن بتاعك مش عالي قوي يا حبيبة، فهناخد التوت البري من أكتر الحاجات اللي هتنحت شكل جسمك وتخلي شكل جسمك جميل ما فيهوش أي ديفوهات. طب معلش، هو أنا دلوقتي نسبة الأنيميا عندي يعني لسه ما طلعتش، تقريبا آخر تحليل كانت 9.5/10 والدكتور قال لي إن هي محتاجين نعلي بالظبط. يبقى تاخدي كورس عايزينك بقى تاخدي كورس تقوية المناعة يا حبيبة، ده كورس هايل يا جماعة. أي حد بيعاني من انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم، انخفاض نسبة الحديد، المعادن، البروتينات، الفيتامينات، مضادات الأكسدة اللي عندنا، أو الصفايح، نقص صفايح، أنصحكم بكورس تقوية المناعة. الكورس ده بتاخدوه لمدة شهر كامل. بيتاخد الكورس ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل انه بيعلي الحديد في الجسم، بيعلي الزنك، بيعلي نسب بقى العناصر التانية، البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، البيوتين، الكولاجين، الحاجات الطبيعية اللي موجودة عندنا بس نسبها بتكون قليلة في بعض الحالات. فانصحكم بكورس تقوية المناعة، هيعلي جدا من الفيتامينات بتاعتك والعناصر المهمة زي اللي قلتلك عليها يا حبيبة، وكمان هيعلي الحديد جدا جدا. وهتلاقي ده بقى بينعكس على ايه؟ على صحة شعرك وعلى صحة جلدك. فدايما بقول انه انت وانس انك حسيتي ان شعرك صحي وجلدك صحي، اعرفي ان انت كده ماشيه سليم، فيتاميناتك مظبوطه، حديدك مظبوط، الزنك بتاعك تمام، فكده يبقى تمام. فكورس تقويه المناعه ده هيفرق كمان معاكي في شعرك يا حبيبه، وفي كمان في جلدك، تمام البشره يا دكتور. يعني ليكي طبعا لحضرتك. ليكي ثلاث هدايا يا حبيبه، مش هديه واحده ولا اثنين، انت ليكي ثلاث هدايا هتاخديهم من الكنترول. خليكي موجوده. طبعا ليكي حق لو عايزه تقرري ان انت تاخدي كورس تقويه الشعر تاني، منتجات تاخديها هديه مفيش اي مشكله، من كورس العنايه بالبشره، كورس تقويه المناعه، وكورس مش هحاول اجرب اي مجموعه شعر تاني يا دكتور يعني خالص. طبعا احنا سعيدين وبنبقى سعيدين يا حبيبه جدا لما كل العملاء بتوعنا بيتمسكوا بحاجاتنا وما بيرضوش. يعني في ناس كتيره بقابلهم في الشارع يقولوا لي لا احنا خلاص جربنا كورس الشعر او كورس البشره او التخسيس، مش هنستخدم حاجه تاني، خلاص احنا كده يعني فول كده اكتفينا. فطبعا احنا بنبقى سعيدين بارائكم جدا يا جماعه ومقدرين لده، وبنبقى سعيدين اكتر لما نشوف الفرحه في عينيكم يعني بنجاح كورساتنا. ربنا يخليكي يا دكتور، شكرا لحضرتك. ميرسي يا حبيبه، ميرسي، وخليكي بقى موجوده علشان تاخدي الهدايا بتاعتك، ثلاث هدايا مع الكورس يا حبيبه. واي حد، بفكركم بارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، اي حد عايز يبعت لنا كمان على الواتساب او يعمل مداخله من خلال الارقام. معلش يا شيف ياسمين اتاخرنا عليكي، بس انت عارفه المداخلات بتاعتنا بقى ما مش عارفين نعمل أكيد. ايه كلمينا بقى، قولي لنا انت عملتي ايه. بعد ما حطينا خلاص البصل والثوم، بعد كده نزلنا بالفراخ. تمام. اول ما الفراخ خدت لون شويه حطينا الملح والفلفل. أوكي. نزلنا بالبروكلي، كترنا شويه في البروكلي لانه دايما الطبق لما بيبقى فيه خضار بيشبع كويس جدا، وفي نفس الوقت بتقللي من النشويات اللي هي المكرونه اللي هتبتدي تحطيها. صح. تمام. حطينا البروكلي، اول ما ابتدى ينزل الميه بتاعته حطينا معلقه كبيره من الصويا صوص اللي هي اللايت صويا صوص. حلو. انت كمان مختاره اللايت مش الدارك علشان يكون فيها نسبه سعرات اقل. نسبه سعرات اقل وفي نفس الوقت بتبقى كويسه للكوكينج او اللي هو للطبخ على المدى الطويل شويه، يعني لو انت قعدتي على النار شويه يبقى اللايت احسن من الدارك. ايوه تمام. بس بتدي ريحه وبرده تيست لذيذ قوي. اول ما اللي بتدي الاثنين يدخلوا في حوالي نص سوا بنبتدي نحط التوابل بتاعتنا اللي هي الزنجبيل والكركم، بنحط رشه ورشه. أيوة. عشان تبقى حاجه مفيده للجسم بتاعتنا. وبنحط حوالي الزنجبيل من اكتر الحاجات يا ياسمين اللي حابه دايما برضو اقولك عليها واقول لكل الساده المشاهدين، زنجبيل خطير يا جماعه انه بيعلي الحرق جدا. تمام. وحطينا معلقه صغيره من الثوم الباودر والبصل الباودر، دايما بيدوا تيست حلو قوي مع الفراخ. حلوة قوي. اوكي. بعد ما دخل خلاص في السوا هنبتدي ننزل بالمكرونه بتاعتنا. أوكي. تمام. يعني بعد ما خلاص البروكلي والفراخ يعني داخلين في نص سوا انزل بقى بالمكرونه. انزل بالمكرونه بتاعتي، مكرونه الشوفان. انا هنا انا سلقاها برضو نص سوا. اوكي. اوكي. اهو اخدت النسبه اللي تكفيني، ودايما احافظ ان انا الطبق بتاعي ان هو يكون المكرونه اقل، الخضار اكتر، البروتين اعلى. تمام. يعني علشان انت عايزه يبقى الطبق متوازن. تمام. اخد القلم بس. فضل. تمام. اوكي. بعد ما هنقلب كده شويه هنحط ربع كوب من الشوربه.
جميل، علشان بس مجرد تاخد بس ايه يعني يا دوبك سوى كده. إيه مش ممكن كمان، مش كمان ممكن مش ربع يعني، ممكن معلقتين ثلاثة، حاجة بسيطة جدا. تمام اهي. انا عايزه اقول لكم يا جماعه الريحه خطيره، ريحه الاكل خطيره. انا ان شاء الله هنطلع فاصل هقعد اكل وندوق انا وياسمين ونقول لكم راينا في الوجبه الجميله دي. اخر حاجه الصوص الكريمي ده بقى هنعمله ازاي؟ ان احنا هنحط الزبادي اليوناني. الزبادي اليوناني فيه بروتين من 10 جرام لحد 12 جرام. وده معناه ان انت ممكن في طبق زي ده ممكن اصلا ما تاكلش فراخ، تاكل بس الزبادي اليوناني، يبقى طبق كامل فيه البروتين، فيه النشويات الصحيه، الدهون الصحيه، يبقى طبق كله متكامل. حلو قوي. يعني احنا ممكن كمان نستغنى عن الفراخ وناكل بالزبادي اليوناني بس، خضار. هو ده البروتين بتاعنا. وعلشان اخلي الزبادي اليوناني ما يبقاش طعم زبادي قوي، ياخد الطعم شويه بتاع الكريمه، هنحط ربع كوب من الجبنه البارميجان. تمام. هنقلب في بعضه. يعني الزبادي اليوناني مع الجبنه البارميجان ده الصوص بتاعنا. ده الصوص بتاعنا. خلاص، ممكن بقى ملح وفلفل، وهننزل بيه على الباستا بتاعتي. حلو قوي. بفكركم طبعا يا جماعه بارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه دي، الارقام اللي بتعملوا فيها مداخلات معانا في خلال الحلقه، وكمان بعد الحلقه بكون معاكم 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. اي حد عايز يخس بصحه، اهم حاجه بصحه، وزي ما باكد كل مره انا عمري ما بخسس حد من غير صحه. احيانا كتير حالات بتجيلي خاسه بيبقى وشها دبلان، شعرها متساقط، شعري بيقع، في فراغات، فبقول لها لا انت احسن لك ما كنتيش تخسي، كنتي تفضلي زي ما انت كده تخينه علشان يبقى فيكي صحه. فالصحه مهمه جدا مع الخسسان، وهي معادله صعبه، ازاي تحققي ان انت تخسي وفي نفس الوقت تبقي بصحه كويسه، شعرك كويس، بشرتك كويسه. طبعا هنطلع فاصل سريع كده. تمام يا ياسمين كده خلاص اهو، هنحطها على طول على الطبق على الغرف. تمام. حلوه قوي قوي، تحفه. عايزه اقول لكم يا جماعه الالوان كمان، تداخل الالوان مع بعض يا شيف ياسمين خطير، والريحه عالميه، والصوص خطير، وعملنا وجبه وان بوت ميل. حلوه قوي. ميرسي يا ياسمين، ميرسي يا شيف ياسمين، نورتينا النهارده. وهنستنى وصفاتك ان شاء الله في حلقات ثانيه. تسلم ايدك، الالوان تحفه. ميرسي. وهناكل بقى بعد الفاصل، وارجع لكم هاكل وهدوق واقول لكم رايي. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل، ابقوا معنا وما تروحوش في اي حته. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما شفتوا طبعا الوجبه بتاعتنا هي وجبه ونظام غذائي متوسط السعرات، زي ما بقول دايما تقللوا في اكلكم حبه بسيطه، مع الكورس بتاعنا هتخسوا في وقت قليل وهتخسوا عدد كيلوهات كتير في وقت قليل وتوصلوا للوزن المثالي بكل سهوله. اي حد طبعا بيتفرج علينا بيكلمنا على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، الارقام كمان عليها واتساب، بتكلموني بتتواصلوا معايا من خلال الحلقه. عندكم اي سؤال بيخص الصحه العامه، صحة بشرتكم، صحة شعركم، ازاي تقدروا تخسوا بصحة، او كمان الناس اللي عندها نحافة ازاي تقدر تزيد في وزنها بصحة. كمان حابة اكلمكم على صفحة الفيسبوك بتاعتنا، صفحة ساعة لصحتك، جمالك معانا شكل تاني. الصفحة دي طبعا يا جماعة اعملوا لها فولو، بننزل عليها كل جديد، كل ما يخص الصحة العامة، طبعا ازاي تحافظوا على وزنكم، ازاي تخسوا ويبقى جسمكم حلو من غير اي مشاكل، من غير ما أثر على كمية المخ، من غير ما أثر على الجهاز العصبي المركزي. منتجاتنا طبعا دايما بقول وبكرر وبعيد ان منتجاتنا مرخصة من وزارة الصحة المصرية. اي حد طبعا بيجيب الكورس من حقه انه يسأل على ترخيص وزارة الصحة المصرية لجميع المنتجات، بتتبعت لكم على الواتس اب. وكمان منتجاتنا هي مكملات غذائية، اعشاب طبيعية، يعني اي حاجة يا جماعة فيها اعشاب طبيعية او نباتات طبية، نباتات ربنا سبحانه وتعالى عملها وخلقها لينا، دي اتأكدوا مليون في المية ان ملهاش اي اضرار، ولا بتأثر على كمية المخ، ولا بتأثر على الجهاز العصبي، لان دي ربنا خلقها، ربنا سبحانه وتعالى خلقها، انا ما بعملش حاجة. تعالوا نراجع المواد الفعالة اللي موجودة عندنا في الكورس اللي بتخسس، زي التوت البري، ده نبات طبيعي طبعا، زي الجارسينيا، ده نبات الجارسينيا اكتشفوه من 300 سنة فاتت العالم جونز بقى ربنا يرحمه، هو اللي اكتشفه لنا
وده نبات سحري بنسميه نبات المعجزه، بيقدر يعلي معدل حرق الجسم للدهون. كمان الجارسينيا من احد المكونات الفعاله اللي موجوده في الكورس اللي بتشتغل على سد الشهيه. وزي ما بقول دايما ان الجارسينيا نبات المعجزه بيقدر يعالج 300 مرض. ادخلوا واعملوا بحث على جوجل، اكتبوا نبات الجارسينيا، هيقول لكم ان ده من اكتر النباتات اللي بتخسس، اللي بتحسس بالشبع، بتعلي معدل حرق الجسم للدهون، وعندها القدره ان هي تعالج 300 مرض. كمان عندنا احنا قلنا التوت البري، قلنا الجارسينيا، قلنا المورينجا، قلنا الحاجات دي كلها من المكونات الموجودة في الكورس، المواد الفعالة الموجودة في الكورس. المانجو الأفريقي، عندنا القهوة الخضراء، عندنا دي كلها نباتات، عندنا خلاصة الشاي الأخضر، عندنا حاجات كتيرة جدا زي ما انتوا عارفين، وكلها منتجات ومكونات طبيعية. الكروميوم، مضادات أكسدة عالية، كل دي حاجات طبيعية أنا ما بتدخلش فيها، مش جايبة حاجة من برة، كلها نباتات طبيعية ربنا سبحانه وتعالى خلقها، فملهاش اي قلق على الجهاز العصبي المركزي. معانا اتصال تليفوني، مين معايا؟ الو الو الو. ايوه الو. ايوه حبيبتي، ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ مين معانا؟ عامله ايه؟ انا هايدي. هايدي، ازيك يا هايدي؟ الحمد لله. حضرتك معلش احنا طولنا عليك يا هايدي، انا عارفه ان انت من فقره الشيف كنتي معانا على الخط، بس معلش طلعنا فاصل ورجعنا لك تاني، حقك علينا، معلش ضغط اتصالات. لا تمام يا دكتوره، لا يهمك. معاكي يا هايدي، كلمينا قولي لنا ايه مشكلتك. انا مشكلتي الوزن، وزني زايد شويه. وزنك قد ايه يا هايدي؟ وزني 90. 90. وطولك قد ايه يا هايدي؟ 160. 160. احنا محتاجين ننزل 30 كيلو يا هايدي. شهيتك اخبارها ايه؟ لا مفتوحه، بحب اكل حلويات جدا. تمام، حلويات اكتر حاجه؟ اه تمام. تمام، بصي يا هايدي انا عايزه هشتغل معاكي بطريقتين، علشان لو طريقه منهم ما جابتش نتيجه الطريقه الثانيه على طول تلحقها وتخسي في وقت قليل. عايزه اسد معاكي الشهيه، دي رقم واحد، لان انت شهيتك عاليه، فهنسد الشهيه بقشور السيليوم ومعاها الكروميوم. كمان هسد الشهيه معاكي من احد المكونات الفعاله اللي في الكورس، القهوه الخضراء، من اكتر الحاجات اللي بتعلي معدل حرق الجسم للدهون وكمان بتسد الشهيه. بالشيتوزان بقى هعمل ايه؟ علي من حرق الجسم الدهون. يبقى هشتغل معاكي يا هايدي بطريقتين، ان انا هسد شهيتك فهتحسي بالشبع، ولما اسد الشهيه هتبقى بالياف طبيعيه ملهاش اي سعرات فمش هتتخني. الناحيه الثانيه هعلي معدل حرق الجسم للدهون عن طريق الشيتوزان، الكروميوم، التوت البري، الجارسينيا، القهوه الخضراء، كل الحاجات دي بتعلي من معدل حرق الجسم للدهون. وطبعا انصحك اكيد بمجموعه الفيتامينات المتكامله المتعدده اللي موجوده من احد المواد الفعاله معانا في الكورس، علشان تحسني من صحه شعرك وصحه بشرتك. وده اللي دايما بقوله، نخس واحنا صحتنا حلوه، شعرنا ما بيقعش، بشرتنا ما دبلتش، ما يبقاش في اي تجاعيد او ترهلات. فده اللي دايما بقوله يا هايدي، ان احنا لازم نخس يا جماعه بصحه، ونحط مليون خط تحت كلمه صحه، مش مجرد خسسان يلعب لنا بقى في كيمياء المخ، يلعب لنا في التحاليل بتاعتنا. لو عملنا صوره دم كامله بعد ما خسينا هنلاقي الحديد نازل، هنلاقي فيتامين د 3 نازل، هنلاقي الزنك مفيش، الكالسيوم مفيش، كل المواد بقى بتاعتنا والعناصر والمينرالز المعادن بتاعتنا في الارض. انا مش عايزه كده، انا عايزه نخس واحنا صحتنا حلوه، كل تحاليلنا متظبطه، ما يبقاش في اي مشاكل. فانصحك يا هايدي هناخد زي ما قلت لك القهوه الخضراء، هناخد الجارسينيا، وهناخد الشيتوزان، من اكتر المواد اللي هتعلي لك من حرق الجسم للدهون، فتخسي في وقت سريع. تمام يا هايدي؟ تمام، بس عندي دهون في البطن برضو زيادة. الجارسينيا اللي قلتلك عليها هتقدر يا هايدي ان هي تروح لدهون البطن او للدهون في منطقة البطن، تكسرها من دهون ثلاثية لدهون ثنائية ثم احادية، وتخرجها بره الجسم فتخسي. فالجارسينيا من اكتر المواد اللي بتستهدف السمنة الموضعية، او الناس اللي عندها سمنة في منطقة معينة في الجسم. تمام، بس انا في مشكله تاني برضو، يعني انا خطوبتي بعد شهر، الحق انزل الوزن دوت؟ طبعا هتلحقي تنزلي طبعا، تابعينا. وبعد شهر انا عايزاكي، بصي انت كلميني بعد 10 ايام تقولي لي نزلتي قد ايه، كل 10 ايام هتكلميني تقولي لي نزلتي كام كيلو، وبعدين هندخل. حتى لو الحركه مش ضعيفه؟ حتى لو الحركه ضعيفه؟ حتى لو الحركه، انا بس محتاجه منك حاجه واحده، النظام الغذائي، الاكل بتاعك هتقلليه منه حاجه بسيطه بس، ده اللي انا باكل بالليل بس يعتبر.
بصي بقى، موضوع بالليل ده انا لسه كنت بتكلم فيه، انه بالليل يا جماعه الحرق بتاع الجسم بيكون قليل، فانا حابه ان انت كلي كل الساعات النهاريه، كلي طول اليوم، تعالي الساعه 9 يعني مش هقولك امنعي اكل، قللي اكل. عايزه مثلا تاكلي، ممكن تاكلي شرايح الخبز المشبعه اللي هي بتجيبيها من اي فرن، دي ملهاش سعرات هتشبعك. ممكن تشربي مثلا قرفه بجنزبيل لحد الساعه 9. قبل الساعه 9 كلي هايدي كل اللي انت عايزاه، بس قللي لي شويه في الاكل بتاعك. طب ولو ما عرفتش يبقى الحل؟ لا هتعرفي ما تقلقيش. بصي احنا دايما بنقول انه الكورس اللي انا بديهولك هيسد الشهية، يعني النظام الغذائي بتاعك انت هتقلليلي في عدد في السعرات بتاعتك، هتقلليلي في اكلك شوية فهتخسي، مش هتمنعي، هتاكلي كل اللي انت عايزاه بس تقلليلي سنة صغيرة. الناحية التانية انا بديكي كورس بيسد الشهية وبيعلي من معدل حرق الجسم للدهون، فمعنى انه انا سديت الشهية مش هتلاقي نفسك جوعتي، وظبطي نفسك بعد الساعة 9 خلاص انا مش هاكل. تمام تمام. فليكي كمان يا هايدي بقى ثلاث هدايا هتاخديهم من الكنترول، هتاخدي ثلاث هدايا من اي كورس عندك، كورس العنايه بالشعر، كورس علاج مشاكل البشره، كورس علاج مشاكل العظم، وكمان كورس تقويه طب المناعه. طب انا عايزه اسال حاجه تاني، معلش انا هطول عليكي. طب وخطيبي برضو وزنه زاد شويه، عادي لو خده معايا الوزن ايه؟ معلش يا هايدي سامحيني انا مش سامعاكي كويس، ممكن تعلي صوتك؟ خطيبي برضو وزنه زايد. خطيبك وزنه زايد، طب قولي لي هو وزنه زياده كام كيلو، او لو عارفه وزنه قد ايه وطوله قد ايه؟ لا هو وزنه 100 وحاجه، وزنه زايد شويه. حلو. طيب شهيته اخبارها ايه؟ لا بحب الاكل جدا. بيحب الاكل، يعني شهيته على طول مفتوحه. تمام، يبقى هناخد قشور السيليوم اللي هتحسسه بالشبع وهتملى المعده، قشور السيليوم دي الياف طبيعيه ملهاش اي سعرات يا هايدي، فهلاقي ان هو هيخس لانه هيحس بالشبع، هعلي عنده الشبع فبالتالي مش هيبقى الاكل قدامه وانا مش عايزه اكل، فهياخد قشور السيليوم. ودايما بقول قشور السيليوم ماده ملازمه ليها هي الكروميوم، مضاد اكسده هايل بيعلي من حرق الجسم للدهون. هياخد السيليوم مع الكروميوم، ما تنسيش طبعا اهم حاجه القهوه الخضراء معاكي ومع خطيبك برضو، هتعمل معاكوا شغل كويس قوي، هتحرق الدهون الزياده، هتعلي معدل حرق الجسم للدهون، مع انها هتظبط نسبه السكر والكوليسترول في الدم وهتسد الشهيه. ما تنسيش بقى يا هايدي الهديه بتاعتك هتاخديها من الكنترول، ليكي ثلاث هدايا طبعا بتاخديهم، انت بقى قسميها انت وخطيبك، خدي انت هديتين ودي له هديه، كفايه هديه او زي ما انت عايزه بقى، يعني ممكن تدي له الهديتين وتاخدي انت هديه، يعني كل طبعا منتجاتنا زي ما بقول هي منتجات طبيعيه 100%، ما فيهاش اي قلق، ما بتلعبش في كميه المخ، ما بتلعبش في الجهاز العصبي بتاعنا، منتجات مرخصه من وزاره الصحه المصريه. طبعا اي حد حابب انه يتواصل معايا بعد الحلقه يكلمني على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، وكمان الارقام عليها واتساب، وصفحتنا على الفيسبوك هتظهر دلوقتي قدام حضراتكم، صفحه ساعه لصحتك جمالك معانا شكل تاني. كنت سعيده جدا جدا بوجودي معاكم في الحلقه النهارده، واتمنى ان كل الناس يكون جسمها جسم مثالي، التخين يخس والرفيع يتخن بصحه وبذكاء. كنت سعيده جدا، كان معاكم دكتوره حنان الحسيني، اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد في احسن صحه وفي احسن حال. دمتم في امان الله.